السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في أمريكا، فرنسا، كوريا الجنوبية، تايوان، اليابان، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة، وهي فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وكانت عملية التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا ونقدم لك بشكل احترافي، أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالفرصه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. الفرصه بتاعت النهارده صراحه هي فرصه ممتازه جدا، فرصه تطوع شامله معظم التكاليف وفي دوله اوروبيه ومتاحه لجميع الفئات. تمام، بالنسبه بقى للفرصه، هي فرصه تطوع مموله بالكامل في ليتوانيا في قاره اوروبا. ايه ليتوانيا؟ دي دولة موجودة في قارة أوروبا، دولة من الدول القوية، يمكن ناس كتير ما تعرفش عنها، مثلا ناس تعرف إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، مش عارف ايه، دول أوروبية، في دول معروفة كويس جدا، ولكن برضو في دول أوروبية تانية قوية ولكن مش معروفة بنسبة كبيرة زي الدول دي، منهم ليتوانيا. وليتوانيا دولة من الدول القوية اللي الدراسة فيها ممتازة جدا وكمان اقتصادها ممتاز جدا. تمام، الدولة زي ما وضحنا ليتوانيا. الجهة المانحة، مين اللي مقدمة فرصة التطوع دي؟ هي منظمة الشباب الأوروبية، في منظمة اسمها منظمة الشباب الأوروبية هي اللي عارضة الفرصة دي. طيب مين بقى اللي متاح له التقديم في الفرصة دي؟ جميع الأشخاص يمكنهم التقديم سواء طلاب أو خريجين. يعني لو حضرتك طالب دلوقتي جامعي، مثلا طالب في الثانوية العامة، اتخرجت من الدراسة، بتشتغل، أي شيء تقدر تقدم. كمان الفرصة دي لا تشترط درجة علمية معينة، يعني مش شرط يكون عندك بقى مثلا ثانوية عامة، ممكن لو صنايع ممكن تقدر تقدم، خريج جامعة تقدر تقدم، ما اتخرجتش من الجامعة تقدر تقدم، يعني كل المراحل الدراسية تقدر تقدم عادي. كمان مش مطلوب منك مستوى عالي في اللغة الإنجليزية، يعني ما بتشترطش يكون عندك بقى اللغة الإنجليزية بيرفكت أو أي حاجة، لا، بس مستوى بسيط عشان تقدر بس تتوافق مع الناس هناك وتتكلم معاهم. آخر ميعاد للتقديم في الفرصة دي هو 31/3/2020، 31 مارس. تمام كده، يبقى فاضل نقول زي مثلا 20 يوم وتنتهي الفرصة دي. مدة البرنامج ده قد إيه؟ البرنامج ده 46 أسبوع. هي كان بالظبط الفرصة دي قريبة زي فرصة التطوع في بلجيكا اللي كنا شرحناها من أسبوع، وبرضه 46 أسبوع ممكن نقول زي سنة كده تقريبا هتقضيهم في التطوع ده. يبدأ من 31 يوليو 2000 2000 ويبدأ قصدي من 1/9/2020 اللي هي 1 سبتمبر 2020 حتى 31/7/2021. تمام كده، يبقى نقول زي سنة كده تقريبا، يعني سنة إلا شهرين. طيب الدول المتاحة بقى للتقديم في الفرصة دي هي مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، سوريا، تونس، ودول أخرى غير عربية. تمام، دي الدول العربية بس اللي متاح ليها التقديم، غير كده أي دولة عربية لم يتم ذكرها ما تقدرش تقدم، يعني السعودية مثلا، الجزائر غير متاح ليهم، وطبعا دول عربية أخرى غير متاح ليها، بس الدول العربية دي هي اللي تقدر تقدم فقط. طيب بالنسبة بقى للتمويل، صراحة التمويل بتاع الفرصة دي ممتاز جدا، الفرصة دي ممولة بالكامل. حضرتك هيتوفر لك تذاكر الطيران من بلدك إلى ليتوانيا ذهاب وعودة، يعني لو اتقبلت هتاخد تذاكر الطيران من بلدك لليتوانيا، وبرضه لما تخلص البرنامج تذكرة العودة هتكون عليهم. كمان سوف يعيش المتطوعون في شقق مشتركة، يعني هيكون في زي ابارتمنتس مشتركة كده ما بين مع المتطوعين او طلاب اخرين. تمام، يعني مش هيكون شقه لكل واحد، مثلا اتنين متطوعين في كل شقه، حاجه زي كده. كمان بالنسبه للفتيات او البنات، طب هيكون ليهم يعني برضو ايه سكن خاص بيهم، هيكون في سكن خاص بالفتيات مثلا لوحدهم. بالنسبه كمان بقى ليه، هيوفروا لك جميع تكاليف المعيشه من مياه وكهرباء وانترنت وغاز بالمجان، يعني كل التكاليف دي انت مش تدفع فيها اي شيء، كمان هيتم توفيرها ليك بالمجان. ويحصل كل متطوع على مرتب شهري، هتاخد من المنحة مرتب شهري وهتاخد بطاقة مواصلات عشان تقدر تتنقل داخل ليتوانيا بكل سهولة.
بالنسبه للمرتب الشهري هم ما حددوش كام، ولكن هيكون مرتب يعني كافي ليك جدا، يعني انت هيكون سكن عليهم وكل التكاليف المعيشه عليهم، بالاضافه كمان هتاخد مرتب، بالاضافه كمان هيوفروا لك وجبات الطعام بالمجان لجميع المتطوعين. وكمان هيكون بقى زياره ليتوانيا اللي هي موجوده في اوروبا، هيتيح لك الفرصه ان انت تزور البلد وتستكشفها وتتعرف على ثقافتها، يعني هتكون فرصه ممتازه جدا. طيب بالنسبه لمواضيع التطوع، الفرصه دي بتستهدف ايه او مواضيعها ايه؟ هم طالبين من المتطوعين انهم يقوموا برعايه الاطفال، يعني هم في اطفال، المتطوعين اللي هيكونوا مشاركين في البرنامج ده مطلوب منهم ان هم يقوموا برعايه الاطفال، مثل تعليم الاطفال الاحترام والنظافه وقضاء وقت سعيد معاهم. يعني حضرتك بس هتعلم الاطفال القيم، هتعلم اطفال مثلا يعني اساليب الحياه، تلعب معاهم ما الى ذلك، يعني حاجه بسيطه جدا. طيب بالنسبه بقى لشروط التقديم في الفرصه دي، ركز بقى معايا عشان ده الشرط اللي شويه هيكون يعني مش كويس لجميع الناس. عمر المتطوع يجب ان يكون ما بين 18 ل 30 عام فقط، يعني الاكثر من 30 سنه ما يقدرش يقدم، والاقل من 18 سنه ما يقدرش يقدم، فقط من 18 الى 30 سنه، اي شخص عمره بيتراوح ما بين 18 ل 30 يقدر يقدم عادي. الاوراق المطلوبه للتقديم، ليس مطلوب اوراق، مش هتطلب منك اي شيء، فقط هتطلب منك السيره الذاتيه اللي هي السي في بتاعك، وتملى ابلكيشن التقديم وتكتب المقاله، تمام كده. وكمان انا حابب انوه على حاجه، ان احنا كقناه منح من كل الالوان بنتيح التقديم بشكل احترافي لاي فرصه او منحه، فانت تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك عادي برضو باتباع شرح الفيديو ده. واستمرت التواصل معانا عشان تقدمه من خلالنا هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. خلينا دلوقتي نتعرف على الموقع الرسمي وابلكيشن التقديم. هنا هتلاقي الاعلان الرسمي وابلكيشن التقديم مع بعض، هتيجي تضغط على الاعلان الرسمي والتقديم هيفتح لك بالشكل ده. طبعا هي نفس بالظبط زي ما كنا شرحنا قبل كده لو تفتكروا فرصه تطوع في بلجيكا، كنا شرحنا نفس النظام وكانت برضو على الاوروبيان ياس بورتال، تمام كده، كان نفس الموقع. هنا دي الفرصه كلها، بيشرح لك الفرصه، هنا كاتب لك مجموعه الدول المتاحه للتقديم تقدر تطلع عليها برضو من هنا. هنا بالنسبه للبرنامج بيوفر لك ايه، لو بيتكلم عن تذاكر الطيران، عن السكن، عن الطعام، كل شيء بيوفره لك. تمام. وهم محتاجين ايه الاشخاص اللي هم محتاجينها، من 18 ل 30 سنه زي ما كنا وضحنا، والابلكيشن بنتي 31/3/2020، يعني كل التفاصيل بتاعه البرنامج هتلاقيها هنا. طيب حضرتك دلوقتي خلاص الشروط بتنطبق عليك، تقدر تقدم ازاي بقى؟ هتيجي عند كلمه ابلاي دي وتضغط عليها عشان تقدم للبرنامج، هيقول لك ساين ان او جوين، تمام، هيفتح معاك بقى اللي هي الصفحه بتاعه التسجيل. لو حضرتك تفتكر برضو زي ما كنا شرحنا في منحة بلجيكا او فرصة الطوع في بلجيكا كنا شرحنا نفس الموقع، فبالتالي انا مش هعيد الشرح تاني، وازاي ممكن تعمل اكونت على الموقع وازاي ممكن تملى الابليكيشن بتاعك، انا مش هشرح، مش هعيد نفس الحاجة، وانما في اعلى الشاشة فوق هيظهر لكم رابط الفيديو الخاص بفرصة الطوع في بلجيكا، هتلاقوا برضو نفس الشيء، وانا شرحت بالتفصيل كيفية التقديم ونفس الموقع وكيفية التسجيل عليه هتلاقوه، وبرضو هتلاقوا في صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا رابط برضو الفيديو الخاص بالطوع في بلجيكا واللي بيشرح كيفية التقديم في الموقع ده. طيب احنا دلوقتي عرفنا ازاي نقدم في الموقع ده باتباع شرح الفيديو السابق اللي هو فرصة الطوع في بلجيكا، فانت المفروض يكون معاك بقى ايميل وباسورد دلوقتي، تيجي تكتب الباسورد بتاعك وتضغط على ساين ان، تمام، يعني بعد لما خلاص بقى بتتابع شرح الفيديو اللي فات وبتعمل اكونت وبتملى الابلكيشن بتاعك بتحط الايميل والباسورد، وهنا بيعمل لك ريدايركت للابلكيشن الخاص بقى بمنحه ليتوانيا اللي هي فرصه الطوع في ليتوانيا، هيفتح لك الصفحه مره اخرى، تمام، تضغط بقى على كلمه ابلي هنا مره كمان، لما تضغط عليها هيطلع لك بقى الرساله اللي انت المفروض تبعتها للمنحه او الموتيفيشن ستيتمنت. هنا مطلوب من حضرتك انك تكتب مقال موتيفيشن ستيتمنت اللي هي خطاب التحفيز وتبعته للمنحه، وخطاب التحفيز ده معناه انك بتتواصل مع المنحه بتشرح لهم انت ليه عايز تنضم ليهم، ازاي ممكن تقدر تساعده، تمام، والمقال ما يزيدش عن 600 كلمه. بعد لما تكتب المقال بتضغط على سند، وبكده انت ارسلت للمنحه الابلكيشن بتاعك. المنحه بقى بتخش بتشوف البروفايل بتاعك على الموقع وبتشوف الستيتمنت اللي انت كتبتها، وبعد كده هي بتتواصل معاك. يبقى الموضوع بسيط، فرصة ممتازة جدا، ممولة بشكل كامل، تذاكر طيران، كل شيء على المنحة، تمام. ولو عجبتكم الفرصة أتمنى لكم تقدموا فيها بأسرع ما يمكن، لأن متبقى عليها فقط 20 يوم. وفي النهاية أتمنى لكم التوفيق والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.